يعني بقول كل اب فقد ابنه وهو طفل صغير، اوعى تتكسر، اوعى تتكسر لما تلاقي ابن، لما تلاقي اخواته مروحين بالليل البيت وابنك مش معاهم، لان ابنك هو الوحيد من اخواته الوقت اللي في الجنه. لقيت ابنك هو الحته الوحيده منك الوحيده اللي في الجنه، كان نفسك يدخل الجنه او دخلها باذن الله مع سيدنا ابراهيم في الفردوس الاعلى، كان نفسك انك انت تدخل الجنه حته من كبدك وحته من قلبك الوقت في الجنه سبقاك. اوعى تتكسر لما تروح بيتك وتشوف الالعاب بتاعته وما انتش قادر انك تبص لها، لان هو الوقت الالعاب اللي ممكن يكون بيلعب بيها في الفردوس الاعلى حاجه تانية خالص. اوعى تتكسر لما تروح بيتك وتشوف هدومه. لان الوقت ربنا بيلبسه من هدوم الفردوس الاعلى. اوعى تتكسر لما تلاقي نفسك مروح لوحدك من غير ما ابنك يبقى في ايدك. لان ابنك، لان ربنا معاك، وابنك ربنا سبحانه وتعالى هيدخله الجنه من غير لا دنيا ولا شقه ولا هم ولا ابتلاء ولا ملك يمين وملك شمال ولا منازع للموت ولا حساب ملكين ولا اول ليله في القبر ولا 50,000 سنة في ارض المحشر ولا البهدله ده هي كلها. اوعى تتكسر لان ربنا سبحانه وتعالى معاك. خالد الله يجعله من اهل الفردوس الاعلى، الله يجعله مع سيدنا ابراهيم في الفردوس الاعلى. من اسبوع وهو في غايه المرض وفي لحظه من اشد لحظات المرض في حياته، وكنا جنب المستشفى جنب طوارئ 57 والفجر جدا، وكان يوم لا يعلم ما به الا الله، وخلاص انا مقتول ومسافر مش بلدي، فقلت انا هصلي هنا اهو في الشقه اللي احنا مأجرينها وانام. لقيته بيقول لي يعني انت يا ابي سابع ربنا بينادي عليك من فوق سبع. ولادها بيموتوا كفره، في ناس ولادها بيموتوا ملحدين، في ناس ولادها بيموتوا وهما مش قادرين يقول الله يرحمه. الحمد لله، الحمد لله ابنك ده قطره من قطار من قطره من بحر حنان اللي عليه، والله العظيم قطره. الحمد لله ان ابنك مريض عندك يقين ان في رب تقول له يا رب. الحمد لله ان ابنك بيموت عندك اله واثق ان ابنك رايح له. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الأسماء الحسنى، الحمد لله على نعمة القرآن. ربنا ما سابش الواحد لحظة في المرض من أوله لآخره، الحمد لله سميع الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما هزموا في أحد أول كلمة قالها اصطفوا حتى أثني على ربي. اللهم لك الحمد، أول حاجة اوعوا تسيئوا الظن بالله سبحانه وتعالى. أول حاجة اللهم لك الحمد على ما قدمت وعلى ما أخرت. أول حاجة اللهم لك الحمد على ما وهبت وعلى ما أخذت. اللهم لك الحمد على ما أعطيت وعلى ما منعت. اللهم لك الحمد على ما عجلت وعلى ما أجلت. اللهم لك الحمد على ما بسطت وعلى ما قبضت. اللهم لك الحمد. أبو ذر لما تعجب من كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله إزاي تقول إن الواحد وهو بيبتغي الولد وبيجمع زوجته ياخد أجر، أجر على إيه؟ إنه خلف عين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ده الأجر مش على كده، ده الأجر على لو ابنك مات أرأيت إن قبضه الله أكنت تحتسبه؟ أنت بتحتسب أجر؟ قال له طب أنت بتحتسبه ليه؟ قال له أأنت خلقته؟ قال بل الله خلقه. أأنت رزقته؟ قال بل الله كان يرزقه. قال أأنت هديته؟ قال بل الله هداه. أنت ما عملتلوش أي حاجة، أنت ما أنتش أرحم بابن اللي خلقه، ولا أرحم بابن اللي أطعمه وسقاه، ولا أرحم بابن اللي هداه سبحانه وتعالى. انت مش هرحم بيه في لحظة من اشد لحظات الالم والمرض عند خالد، وانا نفسي عقلي مش في دماغي مش عارف اعمل ايه. لقيته بيقول لي يا ابي انت مش بتصلي؟ صلي، صلي لربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يشفيني. قوم صلي لربنا. نعمة ان يبقى ليك ابن بيقول لك صلي، نعمة ان ليك ابن وهو بياخد الفلوس عشان يرضى ياخد الدواء وهو في اخر ايامه وبقى معاه 1,000 جنيه يقول لاخته انا هحوش عشان اجيب لماما الجهاز اللي كانت عايزه تطبخ فيه. نعمة ان يبقى ليك ابن بيذكرك بالله سبحانه وتعالى وبيحفظ كتاب ربنا وبيطلب علم
وبيتعلم فقه وعقيدة نعمة من الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ربنا أكرم الأكرمين، ربنا كان معنا في كل لحظة، في كل لحظة لما كان بيتألم وأمه رفعت إيدها وقالت يا رب ما عادش يتألم أبدا بعد كده، من لحظتها لحد ما مات لم يذق لحظة ألم، من لحظتها لحد ما مات والله ما داق لحظة ألم. من لحظة هذه الدعوة ربنا قريب مجيب، ربنا سميع الدعاء. أنا بقول لكل واحد مبتلى وبقول لكل واحد فقد ابنه، الرسول عليه الصلاة والسلام ابنه عبد الله مات وهو مبعوث وهو شغال في الدعوة، وابنه إبراهيم مات وهو في آخر عمره، وابنه القاسم مات قبل البعثة وهو رجع من بدر، رجع لقى بنته رقية ماتت، وبنته زينب ماتت، وبنته أم كلثوم ماتت، سبع وكل أحفاده ماتوا في حياته ما عدا اثنين، الحسن والحسين عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، الابتلاء مش معناه ان ربنا مش راضي عنك، ولا معناه ان ربنا مش مختارك، ولا معناه الابتلاء والواحد ماشي في 57 عالم تاني ما احناش عارفين عنه اي حاجة، عالم تاني. الاب ماشي او الام ماشية مش دارية بنفسها اصلا، ولا عارفة هي مين، ولا مصدقة اللي هي فين الذهول، والابن او البنت ماشي وراها هو مش داري بنفسه اصلا، ولا مصدق اللي هو نفسه من الذهول. قعدت ابص للمنظر العجيب، متحف لا يتخيل انسان ما فيه، لا يتوقع انسان ما فيه. قعدت ابص لهم واقول سبحان الله، دول يوم القيامه هيتمنى الناس اللي بره اللي ولادها معيوش بالامراض ده ايه، ان لو كانوا قرضوا بالمقاريط من الدنيا، الدنيا كلها تحسدهم يوم القيامه وهم مش عارفين الاصطفاء اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم ليه. هي دي الدنيا، عشان نطمع في الجنه وعشان نفكر في الجنه. ربنا وحده هو اللي بيعلم اللي بيبقى في نفس الاب ونفس الام لما بيفقدوا ابنهم. نار زي النار اللي اترمى فيها سيدنا ابراهيم لن يجعلها بردا وسلاما الا الله اللطيف. العزاء عزاء الله سبحانه وتعالى، حدش هيقدر يتخيل في الدنيا كلها ولا حد عالم بقلب الام والاب في اللحظه دي الا ربنا الوحيد سبحانه وتعالى الاحد الصمد. بقول لكل اب فقد ابنه ولكل ام فقدت ابنها، بقول لهم ان ابنكم ده لم يكن الا قطره من بحار نعم الله عليك والله العظيم. بقول لهم ان بعد 50 سنة كل اللي على الارض هيموتوا، وهم هيموتوا اسماء على صبورة وكلها تتمسح وكله هيقابل ربنا. المهم انت عملت ايه؟ من 20 يوم ابني كان معايا، وكنت انا وهو راكبين عجلة بنلف المنصورة، وكنت انا وهو بنتفسح في المنصورة وبحاول اهله للمستقبل واهله للحياة وعلمه بكرة، وبحاول ان انا وانا معرفش ان بعد 20 يوم انا هقف هنا على قبر ابني. الدنيا قصيرة قوي، الدنيا قصة قصيرة قوي، الدنيا قطر بينزل، انت هتنزل في محطة قهرية غصب عنك، انت ما انتش عارف هتنزلها النهاردة ولا هتنزلها بكرة. استعد لان الموت ممكن يبقى اقرب حاجة ليك في الدنيا، استعد وما تتغرش بالدنيا، لان الدنيا دي ولا شيء ولا شيء، في لحظة بتروح وفي لحظة بتختفي وفي لحظة بتنتهي، ما تتغرش بيها، ما تتغرش بيها، لان الدنيا دي بتخلص واسمك بيتمسح من على صبورة الدنيا ببشورة الموت وبسفنجة الموت في لحظة واحدة، ما تتغرش بيها. وبقول لكل ام واب فقدوا ابنهم، لو انتوا الوقت شفتوا وانتوا بتبكوا قلبكم مفروم على ابنكم، لو انتوا الوقت شفتوا ابنكم الوقت وبيتنعم مع سيدنا ابراهيم في الفردوس الاعلى، ممكن تقولوا يا ريتنا كنا احنا اللي مكانك. لو شفتوا يوم القيامة وابنكم بيجري على ابواب الجنة الثمانية يفتحها لكم بايديه، كنت قلتم الحمد لله، هو ليه واحد بس؟ نسأل الله العفو والعافية. لو شفتوا الكلمة واحدة في اللحظة دي ربنا بيبني لكم بيها بيت في الجنة، بيت الحمد، كلمة الحمد لله، البيت اللي ربنا هيلم شملكم انتوا واحبابكم فيه، البيت اللي ربنا هيلم شملكم انتوا اللي فقدتوهم فيه. لو شفتوا البيت ده والنعيم اللي ربنا اعده لكم فيه هتقولوا مبروك علينا، البيت ده هن ربنا ادهولنا. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله، الحمد لله على عطاء الله، الحمد لله على كرم الله، الحمد لله. محدش يسيء الظن بالله ابدا، ربنا سميع الدعاء، والله يعلم وانتم لا تعلمون. قل أأنتم اعلم ام الله، انه هو العليم الحكيم. وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ان رحمة الله قريب من المحسنين، وهو يتولى الصالحين. ربنا سبحانه وتعالى المعطي الوهاب، ربنا اكرم الاكرمين وارحم الراحمين،
ربنا هو الذي يعلم ونحن لا نعلم أي شيء أبدا أبدا. المصيبة مش إنك أنت تفقد ابنك ولا إنك أنت تفقد بنتك ولا إنك، المصيبة إنك تفقد ربنا في حياتك، المصيبة إن ربنا يسيبك، المصيبة إن ربنا يتخلى عنك، المصيبة إن ربنا يخرج من قلبك، المصيبة إن ربنا يسلب منك نعمة الدين ونعمة الاتصال به. طول ما الابتلاء في الدنيا احمد ربنا، احمد ربنا سبحانه وتعالى. شيخ أمين من شهر، أقدار لن يغيرها شيء، لن يغيرها شيء، أقدار من الله سبحانه وتعالى. وكل دعوة دعوناها ربنا سميع الدعاء سبحانه وتعالى. شيخ أمين من شهر كان قابل خالد ابني وأنا كنت مسافر، وابني بيحب الشيخ أمين والشيخ أمين بيحبه، وجرى عليه ابني حضنه وبكى. ما كنتش أنا موجود ساعتها أصلا في مصر. تاني يوم الشيخ أمين نام سمع حد بيناديه بيقول له أعظم الله عزاءك في خالد، قم فخذ عزاء خالد. ربنا قادر إخوانا، يا إخوانا هي كلها بأقدار الله سبحانه وتعالى. ربنا سميع الدعاء، ربنا القريب المجيب، ربنا يا ما شفى ويا ما هدى ويا ما كفى ويا ما أرشد ويا ما حفظ ويا ما نصر ويا ما أعطى ويا ما جبر ويا ما رفع ويا ما أنعش. ربنا أكرم الأكرمين، لن ينفد كرمه ولا تنفد كلمات الله. ربنا كان قادر أنه يشفي وكان قادر أنه يغيث سبحانه وتعالى، ولكن له حكمة لا يعلمها أي أحد، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وآخر كلمة بقولها لخالد ابني، آخر كلمة بقولها لخالد ابني، سلم لي أنا والشيخ أمين وإخواننا كلهم، سلم لنا على إبراهيم خليل الرحمن، سلم لنا على خليل الرحمن، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. نسأل الله أن يجمعنا مع الحبيب محمد في الفردوس الأعلى. إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا خالد لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي حبيبنا، ولا نقول إلا ما يرضي ركننا الشديد، ولا نقول إلا ما يرضي مولانا وسيدنا وخالقنا ورازقنا وولينا، ولا نقول إلا ما يرضي حسيبنا ووكيلنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون.